ونموذج في جزيرة قربة التونسية مع الشيخ أبي النجاه يونس بن سعيد التعاريتي رحمه الله، الذي انتبه إلى القراصنة الأسبان وهم ينهبون ويفسدون ويستولون على المواني في شمال أفريقيا، في مراكش، وربما في تونس نفسها، وفي الجزائر، وفي ليبيا، واحتلوا تلك المواني، وطبعاً يفسد هؤلاء القراصنة. وجزيرة قربة كما تعرفوها وسط البحر تابعة لتونس، يعني يحيط بها البحر من كل اتجاهات، منطقة معزولة. فانتبه الشيخ أبو النجاه وجمع أهل العلم وأهل الفضل وأخبرهم هذا الوضع، وكما جاء لإخواننا سيأتينا الدور، إذن لابد، يقولهم لابد إذن نوجد حل، حتى إذا وصل القراصنة وجاءوا عندنا نكون متهيئين لهذا. طيب وما العمل؟ قال لهم نرجع إلى الله. قال لهم لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. قال لهم نرد المظالم ونتصالح مع الله ونتوب توبة جماعية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا كلنا، ليس المتحدث ترى أحسن من السامع، لا، كلنا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الله يقول توبة، نعلن توبة جماعية لله عز وجل من جميع الذنوب، من جميع التقصير الذي عندنا. وكان معه الشيخ، شيخ الحكم، الشيخ أبو زكريا السماواني رحمه الله، واجتهدوا وقالهم لابد نرجع إلى القرآن الكريم، ننكب على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا، نجعل كتاب الله عز وجل هو أمامنا وهو دستورنا وهو حياتنا، القرآن. ومعه الشيخ أبو زكريا يجهز الناس بالعتاد بالذي عندهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبالفعل ما أطيل، جاء ذاك اليوم الذي مر فيه القراصنة على جزيرة قربة، وعدد القراصنة 20,000 مقابل أهل الجزيرة كم؟ 3,000، 20,000 مدققين بالسلاح ومعهم 120 سفينة بأسلحة وآلات الدمار والخراب والفساد والإفساد، وأهل الجزيرة ما عندهم 3,000، وعندهم إذا أحد عنده شيء من البنادق. ولكنهم لما انكبوا على كتاب الله عز وجل وجدوا أن الله يقول لهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وجدوا الله يقول لهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال لهم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وكان وعدا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن ما نصر أي حد، نصر المؤمنين.